أخفق مجلس محافظة ذي قار في عقد جلسة استثنائية اليوم كان من المقرر عقدها لمناقشة ما أثير من اعتراضات حول آلية التعيين بعد فتح التقديم على نحو 1600 درجة وظيفية على ملاك التربية، ولعل تخصيص الدرجات وفقا للوحدات الإدارية وتباين الأعداد المطلوبة بين تلك الوحدات فتح الباب على مصراعيه للحديث عن غياب العدالة في التوزيع بتفضيل مناطق على أخرى. هناك اتهامات كثيرة من البعض، ومثل هذه الاتهامات أن أعضاء مجلس المحافظة قد وزعوا هذه الدرجات حصصا، كل منهم أخذ 10 حصص، 20 حصة، 30 حصة. أنا كرئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة لا توجد محاصصة في هذا الجانب ولا توجد أي حصة، وكل حصة 1568 هي لأبنائنا وبناتنا من الخريجين. أعتقد أن وزارة التربية قد أخطأت في آليات التقديم الأخيرة في محافظة ذي قار بالخصوص، وذلك من خلال توزيع الدرجات الوظيفية الغير منصفة في الأقضية والنواحي، وسببت بعض المشاكل لدى الخريجين. ويرى أعضاء في المجلس أن مركز محافظة ذي قار قد ظلم كثيرا بما خصص له من درجات، فيما يقول آخرون أن المناطق النائية تفتقر إلى الكوادر التدريسية، والسبب يعود إلى أن أغلب كوادرها التدريسية تأتي من خارج مناطقها ويتم نقلهم بعد إكمال فترة الخدمة المقررة بها. وفيما طالب أعضاء بإبعاد ملف التعيينات عن المناكفات السياسية والتي تندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة، أكدت تربية ذي قار على أن التعيينات حددت وفقا للشواغر المطلوبة ولم تخضع للتدخلات الأخرى. نتمنى على الأخوة في مجلس المحافظة أن يبعدوا ملف التعيينات عن السجالات وعن الدعاية الانتخابية المبكرة. من الطبيعي أن يكون هناك تحديد لهذه الدرجة، ومن الطبيعي أيضا هناك خصم لهذه الدرجات 2844. نعم، بعض الوحدات الإدارية حست بالغبن في هذا التوزيع، لأن لابد أن يكون التوزيع حسب اللي ما جانا من وزارة التربية. ويتحدث الخريجون عن غياب الكثير من المعايير القياسية في سد مخرجات قطاع التعليم العالي، والذي ينذر بجيوش من العاطلين. التعيينات اللي أجت غير كافية وغير مجدية، ومثل ما قلت لك قسمت وانتهت. من مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.